اخ مهاب، خلي السواقين يشدوا حيلهم شويه. ها احنا متاخرين، ما ينفعش اتوبيسات بلدنا توصل اخر الاتوبيسات، ما يصحش. اطمن يا دكتور معتصم، بس قول لي اشارات البدء هاخدها من مين؟ ما تقلقش، هناك هيستلمكوا احد الاخوه وهيبلغكوا بالتعليمات، بس عايزك لغايه لما تيجي الاوامر بالفضل ترهبوا عدوكم. دب برجلك ترهب عدوك. يا ريت الاوامر تيجي بسرعه، انا اصلي مغلول من ولاد الكلب دول. ومن سمعك يلا. ايه يعني مع الدكتور؟ يا دكتور سيبه اهو. انا فكرتك خفت وتراجعت. خفت ايه بس؟ انا جاي لك عمح من مرة الدور. طب تمام يلا سلم نفسك للاخ مهاب. السلام عليكم يا اخ. سلام ورحمه الله وبركاته. بقول لك يا اخ مهاب، ابو العزم عنده مهمه نوعيه سريه، ها لما يبدا الفض تسيبه يتحرك براحته. تمام يا دكتور. يلا على بركه الله. دور يا اسطى. قوه عزيمه ايمان ايمان. رجاله فرس في كل مكان، رجاله فرس في كل مكان. الاخوان في كل مكان، الاخوان في كل مكان، الاخوان في كل مكان. قوه عزيمه ايمان. الاخوان مصورين بيه ده ايه؟ حريه شريعه اسلاميه. ايه؟ حريه شريعه اسلاميه. الشريعه والشرعيه. فرس رئيس الجمهوريه. يا صباحي يا الغور. نعم نعم للدستور. يا رئيس اسرائيل ربطاني. لسه سند ولسه تهاني. يا دي العار يا دي العار. الفيول عاملين صوار. مش كفايه وانا دمي بحبك متشرف يا ملفي. معلش بقى يا دكتور، مفيش اسبريسو، اعتصام بقى وكده. ترى يا ساره انت فاكراني فرفور ولا ايه؟ انا كنت من قاده مظاهرات 77، واتقبض عليا واتسجنت واترميت في زنزانه فيها فوق الخمسين واحد. منور الاعتصام يا دكتور يوسف. نور بيك. شرف كبير لينا ان حضرتك تبقى معانا. شويه طعميه سخنه يستاهلوا بقكم. اهلا اهلا اهلا. يا دكتور انت كنت قلت لي ان انت مطمن، ممكن اعرف ايه مصدر اطمئنانك؟ شوف يا ساره، اي شعب له جيش، انما جيش شعبنا مختلف عن اي جيش في العالم. مختلف في ايه؟ ما كل جيوش الدول الوطنيه بتحب بلدها وبتدافع عنها. صح طبعا، بس الوضع عندنا مختلف، وهقول لك ازاي. لما حصلت ثوره 19 كان من اهم نتائجها معاهده 36 اللي سمحت لولاد عامه الشعب انهم يلتحقوا بالكليه الحربيه بعد ما كانوا ممنوعين. دول لما دخلوا الجيش كانوا دايما حاسين بالانتماء والولاء لشعبهم ونضاله اكتر شويه من انتماء اي جيش لشعبه. فتركيبه الجيش عندنا وعقيدته من جواه هي ولاءه للشعب وبس، مش لانظمه الحكم. يعني الجيش لا يمكن يسيب شعبه قليل الحيله او خايف، ولا هيسمح لاي حد يرهبه. فلو انت متاكده ان الشعب هيخرج رافض اخوانه البلد او تغيير ملامحها زي ما قلت لك قبل كده، انا متاكد ان الجيش هيخرج هيقف جنب شعبه ويحميه. طبعا انا متاكده. يبقى خلاص انا كمان متاكد. الاخوان جايين منين؟ ايه؟ لابسين خواذ وماسكين عصيان. يا رجاله الاخوان جايين. سلميه سلميه سلميه. قوه عزيمه ايمان. الاخوان وصلوا ايمان. سلميه سلميه. رجال الفرس في كل مكان. سلميه سلميه. فرس رئيس الجمهوريه. سلميه سلميه. يا دي العار يا دي العار. ألف